مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاربعاء 9 يونيو 2021. النهارده هيكون عندنا ملف مهم من ضمن الملفات اللي بنرصدها مع حضراتكم واللي حصل فيها تطور كبير جدا خلال السبع سنين الاخر، ملف العلاقات الدبلوماسيه. ملف العلاقات الدبلوماسية هيكون معانا سيادة السفير الدكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق لنرصد معا ماذا أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف العلاقات الدبلوماسية خلال سبع سنين من حكم مصر. دي فقرة الحوار النهاردة. النهاردة عندنا الحقيقة مجموعة أخبار شديدة الأهمية، من ضمنها مثلا البيان الرسمي اللي صدر من وزيري الخارجية ووزيري الري والموارد المائية في مصر والسودان حول سد النهضة. معروف ان وزير الخارجية ووزير الري المصريين كانوا النهاردة في السودان، التقوا نظيريهما السودانيين، ثم التقى الأربعة برئيس وزراء السودان، وصدر بيان تقريبا بيقولوا هنقراه بالتفصيل وهيكون معانا عليه مداخلة، إن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي وصلت إلى طريق مسدود. ماذا بعد؟ ده اللي هنحاول نعرفه في الأخبار بعد استعراض الأخبار. خليكم معانا. أول خبر أحب أستعرضه مع حضراتكم النهاردة، السيسي يؤكد لرئيس التنزانيا ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة. الحقيقة أنه البيان كمان اللي كنت بقول لحضراتكم عليه اللي صدر بيعول على الجهود الإقليمية والدولية والخارجية للضغط للوصول لاتفاق ملزم وقانوني، وهو ده بالضبط اللي تناوله النهاردة السيد الرئيس في حواره مع رئيسة تنزانيا، هو ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن الملء الثاني لسد النهضة. الخبر اللي بعد كده اللي أحب أستعرضه مع حضراتكم، السيسي يتابع المخطط العام لمدينة السيارات العالمية ومدينة الذهب، ووجه الرئيس أثناء هذا الاستعراض وهذه المتابعة بأن تكون مدينة السيارات متكاملة الخدمات، وإن شاء الله يكون عندنا مكان نظيف محترم في ناس تحس إنها خايفة عليك، وفي جنبك قانون، وفي منطقة خدمات لوجستية لأي حاجة تحتاجها، بدل اللي كان حاصل قبل كده في سوق السيارات المستعملة، واللي كانت الناس بتقول أنا بروح وأنا حاسس إن أنا هيتضحك عليا هيتضحك عليا. الخبر اللي بعد كده، الرئيس يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية. النهاردة تابع السيد الرئيس الموقف الإنشائي ومراحل التنفيذ والجداول الزمنية لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية، وعلى رأسها مدينة الجلالة والعاصمة الإدارية. وطالب الرئيس كالعادة بالالتزام الكامل بالمراحل التنفيذ والتوقيت الزمني ليها، ولما بيكون في فرصة أن يتم اختصار هذه الخريطة الزمنية زي ما عمل امبارح الرئيس في اجتماعه حول مشروع حديقة تلال الفسطاط، بيطالب بتقليص المدة الزمنية للانتهاء من المشروع. آخر خبر أحب أستعرضه مع حضراتكم، قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يستقبل اليوم سفيري الأردن والفاتيكان. ومعروف أنه النهاردة وزير الدفاع المصري في عمان الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية. تعالوا نشوف تفاصيل الأخبار.